الفنان أندرياس كاف، أهلا وسهلا فيك عبر موقع فوشيا. أهلا وسهلا، أحلى فوشيا والله، أنتو الموقع الوردي الحلو اللي أنا بحبه. كيف عم تشوف واقع الدراما السورية حاليا؟ الدراما السورية والله أنا صراحة بهي الفترة ما عم تابع، يعني ما في المتابعة اللي فيها تمحيص يعني وتدقيق مشان أعطيكي رأيي بصراحة، بس بعتقد يعني أنه الدراما السورية يعني بفترات معينة قفزت قفزات نوعية، وبرأيي أنه لساتها مستمرة، يعني في محافظة على مستواها الحلو. يعني شو نشاطاتك خارج أوقات العمل؟ نحن نسمع عندك نشاطات كتير سواء بالبيت حتى بمساعدة زوجتك، حكينا شوي عن هاي النشاطات. طبعا يعني هلا بالبيت الواحد يعني ما بدي ادعي انه بساعد زوجتي، لانه هلا هي بتقول دائما انه انا عكس هذا الحكي، بس انا موضوع اذا بشوف شيء بقدر عليه يعني ساعد فما بقصر. وطبعا بتعرفي انا طول وقتي بشغلي يعني اغلب وقتي، يعني احيانا مثلا بجلي لي شوي جليات، برتب شوي، يعني هاي كل القصة. في شي شغل تاني خارج الفن؟ لا والله ما شوف، الفنانين صعب انه يشتغلوا شي تاني خلص يعني، وخاصة اذا كان ممثل، ممثل خلص معروف يعني، فشو بده يشتغل؟ شوفير تاكسي؟ اذا اشتغلت شوفير تاكسي مثلا عرفتي، فالناس شو استاذ ممثل كذا عم تشتغل شوفير تاكسي، ما بصير يعني، مو وارده ابدا تشتغل اي شيء ثاني. في فنانين عندهم استثمارات خارج الفن، ممكن تجاريه، صناعيه، غيرها، عندك هيك اشياء؟ انا بالنسبه لي لا ما عندي ولا والله، يعني مره حاولت من زمان اني اعمل هيك مشروع مثل المحل تبع باجورات وهيك بواب ألومنيوم وهيك، ما نجح ابدا يعني، حطيت مصاري على الفاضي فشلت. فمثل ما قلت لك يعني الفنانين صعب انه يشتغلوا بمجال ثاني، يعني خلص ممثل ممثل. شو تحضيراتك للموسم المقبل؟ والله في مقترحات علي يعني انه في شيء بدي صوره بدبي، وهلا عم يحاكوني على شيء ممكن تصوير بتركيا، مسلسلات يعني سورية، بس لسه مثل ما بيقولوا يعني ما بنقول فول ليصير بالمكيول يعني، لسه ما في أي شيء. الله يوفقك يا رب. شو سر ابتسامتك الدائمة؟ الابتسامة حلوة يعني بشكل عام، الابتسامة بتدل على أنه أنا برحب فيكم، يعني في نوع من المحبة والمودة للتانيين، فالابتسامة بتختصر كتير طريق لحتى الناس تتقرب من بعضها، يعني هاي هي السر.